السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في تقرير يوم جديد للاسواق، معكم محمد زيدان. النهارده شفنا البنك المركزي البريطاني بشكل استثنائي خفض اسعار الفائده 50 نقطه اساس محاوله منه لدعم الاسواق والسيوله وتقليل التاثير السلبي من انتشار فيروس كورونا. الانظار كلها تتجه على البنك المركزي الاوروبي وما سوف تتخذه كريستين لاجارد رئيس البنك المركزي الاوروبي من خطوات لدعم الاقتصاد ايضا. وكمان عندنا مؤخرا الامارات اعلنت برفع انتاجها اليومي بمليون برميل، لنصل انتاجها اليومي 4 مليون برميل، وده طبعا في كرد فعل لتعنت روسيا من اتفاقية أو تعميق خفض الإنتاج اللي فشلت محادثاتها يوم الجمعة. الأسواق ما زالت التوتر يغلب عليها، شفنا امبارح عمليات هادئة لجني الأرباح، ولكن إيه أهم المستويات اللي بنتابعها النهاردة؟ هنشوف في التحليل الفني. أهم الأخبار عندنا الساعة 3:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، مؤشر أسعار المستهلكين الولايات المتحدة، ومتوقع أن نرى نمو في مستويات التضخم. وعندنا بعد كده وزير المالية هيتحدث الساعة 5 مساء، وهيكون برضو الأسواق تنظر إلى إيه هي المقاييس أو تدابير من ناحية السياسة المالية اللي قد تتخذها الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد. تعالى بقى نبدأ في التحليل الفني ونشوف أهم المستويات اللي بنتابعها النهاردة، ونبدأ باليورو دولار. اليورو دولار إحنا كنا مؤيدين فكرة إن إحنا نخش في عملية هبوط إما بيع على المدى القصير وانتظار مستويات جاذبة إن إحنا نبدي مراكز شرائية. المستويات الجاذبة بالنسبة لنا هتبقى 12.50 النهاردة و12.80، بشرط إن السوق ما يقفلش تحت 12.30، لأن إغلاق تحت 12.30 هيدخلنا في هبوط اعمق شويه لمستويات ال 11.80. طيب اي هبوط نستنى المستويات الجاذبه دي، نبدا نشتري اهدافنا زي ما قلنا عند 14 20، ومنها مستويات ال 15 بشكل عام، ومستفيد من ضعف الدولار الامريكي لتدني الفوائد ولو استمر هبوط اسعار استمر هبوط مؤشرات الاسهم الامريكيه. بالنسبه للجنيه الاسترليني، امبارح كنا بنفضل الشراء عند مستوى 30 50، ولكن النهارده مع قرار مفاجئ للبنك المركزي البريطاني، برغم ان هو كان متوقع ولكن توقيته كان مفاجئ، وحجم اسعار الفائده كان مفاجئ، السوق ماشي على عكس ما كان متوقع. ولكن دلوقتي عندنا مستويات جديده بنتابعها 28 50، ممكن نشوف السوق بيحاول يعيد اختبار مستوى الدعم دوت، ومن هناك هنبدا نبني مراكز على مدى متوسط شرائيه مره اخرى. ولكن حاليا هنفضل نبيع الجنيه الاسترليني على المدى القصير، نستهدف 28 50، هو حاليا 29 70، اهم 29 20 اسف. اهم حاجه لو طلع السوق فوق مستويات 29 80 واغلق فيها، يبقى نغلق صفقات البيع ونبدا نفكر في الشراء مره اخرى. فحاليا على المدى القصير نستهدف الهبوط، وبعد كده هنفكر في الشراء، وده هتابعه معاكم في تقرير يوم غد. الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي هبوط صحيح امبارح كما هو كان متوقع، ودخلنا المستويات الدعم اللي احنا بنفضل بناء مراكز شرائيه عليها، وبالتالي انا افضل الشراء دلوقتي واستهداف مستويات 66 80، مستويات المقاومة مهمة، بس بشرط ما اشوفش اي اغلاق تحت 64 50 على المدى القصير، وبالتالي هيبقى اول اهدافي عند 66 80، مع اختراقها ممكن نشوف لغاية 67 50 مرة اخرى. ميزان الدولار نفس الكلام ونفس السيناريو، وافضل الشراء. وبالفعل لو جينا على الترزان اليومي امبارح قلنا نشوف هبوط ونستغل عمليات الشراء، وصل مستوى الدعم ل 62 50، نعلم عليها 62 50، فبالتالي نبدأ نرجح استمرار الصعود على الأقل لمستويات ال 64 50 مرة أخرى، بس بشوفش إغلاق 7 4 ساعات تحت مستوى ال 62 60 مرة أخرى. بالنسبة للدولار الأمريكي مقابل الكندي محايدين في امبارح وهنفضل محايدين في النهاردة، أنا مستني أشوف هل هو هيتخطى إحدى المستويين. أول حاجة هينزل إلى مستوى ال 35، خلينا نكتبها 35 20، ومن هنا افكر في الشراء، او اختراق مستوى 37 50، وهنا افكر اسف لو اخترق مستوى 37 50 هفكر في الشراء على طول لاستهداف مستوى 38، غير كده اتوقع تصحيح هبوطي لغايه 35 20 ويبني مراكز عليها. يبقى على المدى القصير هبوط، وعلى المدى المتوسط بعد وصول مستوى الدعم نرجع للصعود مره اخرى. الدولار الامريكي مقابل الين تصحيح كما هو كان متوقع، ولكن الان نبدا نبني مراكزنا البيعيه، نتوقع بعض الهبوط تاني لمستويات ال 153، مستوى مهم اتوقع ان ده اختبار عليه، ومنه 123، وخاصة لو ظل الاسواق في حالة خوف استمرت النهارده. اهم حاجة ان السوق ما يطلعش فوق ال 165 مرة اخرى. خلي بالك التداولات النهارده او الاسبوع ده كله حافله بالمخاطر، لان التدخلات تصريحات قويه من البنوك المركزيه او خلافه ممكن تغير الاتجاه على المدى القصير. فبالتالي وانت بتداول وتشوف رؤيتي انا بقول لك المستويات بتتابعها، بس لازم تكون عينك وكميتك صغيره وتلتزم باداره راس المال بشكل عام. الدولار الامريكي مقابل الفرنك السويسري وصل لمستويات المقاومه 94 20، نبدا نبيع ونستهدف مستويات ال 92 80،
بس بشرط ما يقفلش فوق 94 20، لأن لو قفل فوق 94 20 هرجعنا لمستويات 95 50 مرة أخرى. الذهب أفضل في وقت الشراء استهداف عند 1675 1675 ومنها 1688، بس بشرط ما يكسرليش لل 42 او ما يقفلش تحتيها ال 1642، لانه لو قفل تحتيها هيرجعني لل 1632. ده على المدى القصير الذهب امامه مزيد من الصعود. النفط فشل يكسر 35 او يستقر على وصل 36، تالي ارجع ابيع النفط تاني استهداف مستويات 31، بس بشرط ما اشوفش اي استغلاق شبه 4 ساعات فوق ال 35. البيتكوين على عكس ما كنت متوقع، لقينا هبوط فيه، كنا وصل 8000 بالفعل صعود، بعد كده لقينا عملية هبوط تاني. انا هبني استراتيجيتي هنا كالتالي: هنحط طاق سعري اللي هو كان بيدور عليه، هنحط مستويات 7720 وعندنا 8250. كسر 8250 هبدأ اشتري، ويبقى اهدافي عند 9000. كسر 7720 هبدأ ابيع، يبقى اهدافي عند 6600. بالنسبة للداو جونز الامريكي السلبية امبارح تعافي السلبية، وبرضه هيبقى نفس طريقة البيتكوين. انا هحط نطاق السعر بتاعه، مش هبدأ اخش غير لما اشوف يا اما كسر المسحد العلوي يا اما الحد السفلي. الحد السفلي عند 23500 أبدأ أبيع وأستهدف وقتها ال 22250، حد العلوي اللي هو عند 25250 كسرها أغلاق عليها، يبقى مستوى أهدافي عند 26000 على المدى القصير. ده باختصار أهم مستوى الدعم والمقاومة النهاردة، والمستويات والنماذج اللي يجب اتباعها. مرة تانية، سوق متقلب، تصريحات قد تغير رؤية فنية بشكل واضح وسريع، فيجب الالتزام بإدارة رأس المال وكميات صغيرة والالتزام بأوامر وقف الخسائر. شكرا للمتابعة، كان معكم محمد زيدان، مع السلامة.